بسم الله الرحمن الرحيم. حي عيد، يسعدني ويشرفني أن أكون موجودة في هذا اليوم المبارك، عيد تحرير سيناء، وهو يوم غالي علينا جميعا، ذكرى استرداد مصر لأرض سيناء بعد صراع طويل ومعارك شرسة خلال حرب 73. كانت نتائجها انتصارات كاسحة للسياسة العسكرية المصرية، حيث بذل جيش مصر العظيم وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 67، ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 73، ثم مباحثات كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام سنة 79، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، لكن بشكل تدريجي، إلا أن يوم 25 إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر، وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ في ذلك اليوم. وكان الاسترداد مصر لسيناء نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والإقليمي والمحلي. سيناء أرض الفيروز، أرض التاريخ والحضارة، أرض الأنبياء والشهداء، هي جزء غالي في جسد الدولة المصرية وخط دفاعها الأول، مصدر هام من مصادر السياحة في مصر، ولها قيمة دينية وتاريخية وسياحية، وبها ثروة معدنية وأراضي زراعية صالحة للزراعة، يمكنها أن تسع جزء ليس بقليل من سكان دلتا ووادي مصر. سيناء تملك وحدها 30% من سواحل مصر. كل كيلو متر ساحلي في سيناء هناك 87 متر مربع من إجمالي مساحتها، مقابل 417 كيلو متر مربع بالنسبة لمصر عموما. أرض الحقيقة يمكن كلنا عارفين أنها عبرها الخليل إبراهيم عليه السلام، وعاش فيها موسى بن عمران عليه السلام، وبها تلقى الشريعة من ربي، وعبرها السيد المسيح وأمه مريم. وقد انعكست الأهمية الدينية والجغرافية والاقتصادية لسيناء على مكانتها وتطورها التاريخي، حتى أضحى تاريخها بمثابة سجل شامل للأحداث الكبرى في المنطقة في الماضي البعيد والقريب معا. ومن موقعنا هذا نرسل تحية مباركة معطرة لشهداء مصر الأبرار الذين توضأت رمال سيناء بدمائهم الطاهرة، ونذكر أنفسنا وإياكم أن أرواحهم سعدت في مكافحة الاعتداء والإرهاب والتطرف، وأنهم بذلوا أنفسهم الغالية فداء ودفاعا لحرية وأمن هذا الوطن، وأن أطفالهم وأسرهم أمانة في أعناقنا جميعا. ونقدر بشدة تضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية. هذا وقت البناء والإعمار، نحتفل كل عام بالتحرير، نتمنى أن نحتفل الأعوام القابلة أيضا بالتحرير، ولكن أيضا بالبناء والإعمار. إعمار الحجر والبشر تمثل شبه سمير جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقا والرباط التاريخي بين مصر وأشقائها العرب. وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل وغد مشرق بالخير والنماء، تنطلق مياه النيل إلى سيناء الحبيبة لتزرع فيها الحياة ولتنشر بين أرجائها الرخاء. دعونا نؤكد أننا إذا كنا نصبو إلى تنمية وتعمير سيناء، فيجب أن يتم التعامل وفق منهجية متكاملة وشاملة. التنمية يجب أن تكون شاملة وكاملة لكافة أوجه التنمية، في إطار الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية الأمن القومي، وحماية أيضاً التراث التاريخي والثقافي لسيناء. شرعت الدولة المصرية في رسم خطة تنمية شاملة ذات جوانب متعددة تشمل استصلاح واستزراع مئات من الفدادين من مياه امتداد ترعة السلام والمناطق المجاورة، باستخدام مصادر ري مختلفة ومستحدثة، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل. هذا بالإضافة إلى تطوير مجتمعات عمرانية بغرض التخفيف عن المناطق السكنية بالسكان في الوادي، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي، واستغلال الطاقات البشرية وإتاحة فرص عمل جديدة،
وتشمل عمليات الأصلاح أيضا مشروع الفيروز للاستزراع السمكي وإنشاء محطات كهرباء وإنشاء مدن جديدة مثل سلام مصر وبير العبد الجديدة ومدينة رفح الجديدة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر ومحطات الصرف الصحي وتحسين المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية والرياضية وقطاعات النقل والمواصلات والسكك الحديدية والمواني وأيضا النقل أو التطور التكنولوجي الذي تشهده مصر في الوقت الحالي. وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام وتوكيد تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030، كما وجه سيادته بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية وبما يتضمن ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى جانب إثراء الحياة الثقافية. وفي نهاية كلمتي، كررت القيادة السياسية مراراً وتكراراً أن سيناء في مقدمة اهتمامات الدولة وعلى أولويات استراتيجيتها للخروج من الوادي القديم الذي بدأ يضيق ويزدحم بسكانه، فسيناء مؤهلة للتخفيف من شدة هذا الزحام ومؤهلة لفتح الكثير من المجالات أمام شعب مصر لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وتجارية وسياحية. يشجع هذا اليوم علينا جميعا تعزيز روح التضامن والوحدة الوطنية، ولا ننسى بسالة أهل رفح الذين وقفوا وقفة بسالة وشجاعة لإخواننا لأشقائنا في غزة الذين يلاقوا ما يلاقونه من الاعتداء الإسرائيلي الغاشم. ولذلك نرسل لجميع شهداء غزة ولمصابيها التحية والثناء والشكر والتقدير والدعاء لهم ولأرواحهم التي صعدت دفاعاً على أرضهم حتى الموت، والنصر قادم إن شاء الله. فيشجع علينا هذا اليوم تعزيز روح التضامن والوحدة الوطنية بين جميع فئات المجتمع المصري. علينا العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للبلاد، ويذكرنا عيد تحرير سيناء بالتحديات التي تجاوزناها. ليس هناك عملية بناء تتم إلا بوجود تحديات، فالتحديات لن تمنعنا ولكن تزيدنا إصراراً وتكراراً، ووراء كل شهيد يموت شهيد جديد، بالتزام الشعب والجيش والحكومة بالعمل نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها في المستقبل إلى سيناء التاريخ، ليس فقط التاريخ ولكن سيناء الحاضر وسيناء المستقبل، سلام ونماء ونور. وبنقول لها في النهاية عيد تحريرك والله يا سيناء، جدد كل حنين في ماضينا، ده الأنبياء مروا بأراضينا ودم الشهداء بيصرخ فينا، لجل يفكرنا ويحيينا إن ترابك غالي علينا. على حبك 100,000 دليل، ذكرك الله في القرآن والإنجيل، جندك خير جنود الأرض وشمسك بتشق الليل، يمو تاريخ فوق عين الشمس، عقد ياقوت ممنوع اللمس. تحية، شكرا جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وقبل ما أسيب المنصة بحيي الحقيقة يعني مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي يجمعنا دائما على الخير وعلى أيادي بيضاء في كافة أنحاء الجمهورية، ولكن لا سيناء دائما معزة خاصة لدى مجلس القبائل، ونشهد يعني أحداث تنموية يعني كلها وطنية وحب لهذا البلد والأهلي. فنشرف النهاردة أن نكون معه في هذا اليوم المبارك، ونعد أن نوثق تعاوننا معا مع مجلس القبائل حتى نحدث فارقا حقيقيا في تاريخ هذا البلد العظيم، وحتى نستحق أن يقال علينا مصريين. شكرا جزيلا.